مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن أعمار وجنسيات فريق تيم تين بالعربي، وعشان تعرفوا كل هالمعلومات والحقائق احضروا الفيديو معي للنهاية. تيم تيم بالعربي هي أحد القنوات الأجنبية اللي بتضم عدد كبير من الممثلين، أغلبهم روسيين الجنسية. هالقناة بلشت بتاريخ 20/11 لعام 2021. عدد الفيديوهات اللي مرفوعة على هالقناة 48 فيديو. هالقناة ما إلها أي فرع ثاني مثل باقي القنوات الأجنبية، فمثل ما إحنا عارفين جميع القنوات الأجنبية بيكون إلها عدة أفرع من ضمنها الفرع العربي، لكن هالقناة لإنها مستمرة في هالمجال لأقل من سنة يمكن ما فكروا يفتحوا فروع أخرى، لكن لقدام ممكن يفتتحوا أيضا قنوات أخرى. تعالوا نشوف محتوى هالقناة عبارة عن شو. محتوى هالقناة عبارة عن مقاطع تمثيلية لمجموعة من الممثلين. هالفيديوهات عبارة عن تحديات وقصص واقعية وخيالية أو استكشافات مضحكة. هالفيديوهات بتحصد على أكثر من 400 ألف مشاهدة، لكن الفيديوهات بشكل عام بتحصد على أكثر من 44 مليون مشاهدة. وهالآن خلونا نبلش بأعمار وجنسيات بعض الأعضاء اللي بيمثلوا في هالقناة. أولاً إبريتني، وهي أحد الفتيات المشاركات في التمثيل في هالقناة. شاركت بالعديد من الفيديوهات كمشاركتها بفيديو أختي متبنى والدي يحبون أختي الصغيرة أكثر مني، الأخت الكبيرة قابل الأخت الصغيرة، ودورها في هالفيديو كان واضح جداً. إبريتني روسية الجنسية، فهي بتنتمي لعائلة أغلبهم روسيين الجنسية، تعتنق الديانة المسيحية، فجميع عائلة إبريتني أيضاً يعتنقون الديانة المسيحية، وبتبلغ من العمر 18 سنة، غير متزوجة وما زالت بتدرس في المرحلة الثانوية من عمرها. ثانياً إكلاوي، وهي أيضاً أحد الفتيات المشاركات في التمثيل في قناة تيم تين بالعربي. ظهرت بالعديد من فيديوهات القناة كظهورها بفيديو موعد الثلاث فتيات في نفس الوقت، ودورها في هالفيديو واضح جداً. أوكرانية الجنسية، فهي بتنتمي لعائلة نصفها أوكرانية الجنسية والنصف الآخر روسية الجنسية. مسيحية الديانة، فأغلب عائلتها مسيحيين الديانة. إكلاوي بتبلغ من العمر 17 سنة، وهي غير مرتبطة أو متزوجة، وأيضا في المرحلة الثانوية من عمرها. ثالثا تايلر، وهو أحد المشاركين في التمثيل في قناة تيم تين بالعربي. روسي الجنسية، فهو بينتمي لعائلة أغلبهم روسيين الجنسية. مسيحي الديانة، فعائلة تايلر جميعهم بيعتنقوا الديانة المسيحية. بيبلغ من العمر 18 سنة، وهو في المرحلة الثانوية من عمره. شارك بالعديد من فيديوهات القناة كظهوره بفيديو محبوب غني مقابل غير محبوب فقير، ودوره في هالفيديو واضح جدا. رابعا إيما، وهي أحد المشاركات في التمثيل في هالقناة. روسية الجنسية، فعائلتها أغلبهم روسيين الجنسية. مسيحية الديانة، غير متزوجة أو مرتبطة، وبتبلغ من العمر 17 سنة. شاركت بالعديد من فيديوهات القناة مثل مشاركتها بموعد الثلاث فتيات في نفس الوقت. حكيتلكم عن بعض أعضاء هالفريق. إذا بتحبوا هالقناة وبتحبوا فيديوهاتها وأعضائها احكولنا بالتعليقات. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشكرا لمشاهدتكم.